مرحبا بحضراتكم من جديد وكابتن عبد الظاهر الزقا بيغادر الاستوديو بعد شويه ارهاق كده فبنتمنى له السلامه ان شاء الله وبنستكمل الاستوديو بقى كابتن علاء نبيل وكابتن اسماعيل يوسف خليني اقول لحضراتكم على تشكيل فرقتين النهارده كابتن عماد النحاس بيبدا النهارده بتشكيله مكونه من محمود ابو السعود لحراسه المرمى اربعه في خط الظهر باسم علي يمين وحسن الشامي شمال محمد سمير وفادي نجاح اثنين مساكين يعني الكارثي فاروق نور الدين مش موجود وسيم نغموشي ومحمد مجلي اثنين نص ملعب قدامهم داوود وعبد الله ياسين وبعدين سيف الدين الجزيري لويس ادوارد على الدكه احمد عربي امير عابد وابراهيم صلاح وعبد الرحمن جبنه وكريم مصطفى ويوسف الجهري واحمد شكري هيثم جويني وخالد الحسيني وعنده غيابات محمد حمدي زكي والشيمي وكابوريا اما كابتن حلمي فبيواجهه بتشكيله مكونه من محمود جاد لحراسه المرمى اربعه في خط الظهر علي فوزي يمين ومصطفى عادل شمال اتنين مساكين اسامه جلال ورامي صبري ثلاثة في نص الملعب و في النص اسماعيل سوادوجو واحمد العجوز قدامهم كريم فؤاد ودينو بيتر وبعدين جون إبوكا راس حربه على الدكه مع و وابراهيم يحيى وزياد بغطاس كريم طارق ومحمد المرسي وعبد الرحمن عامر وابراهيم جلال وعبد الرحمن عماد ومحمد الشريف غيابات عمر بسام وعرفة السيد ومصطفى شلبي واللقاء بيديره تحكيميا سعيد حمزه محمد صلاح عبد الفتاح مساعد اول وحسن رمضان مساعد ثاني وحسام الجراحي مساعد او حكم رابع على البار او في غرفه البار حسام عزب و محمد او حماده القلاوي